فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها قد أسقطت جنينها أو سقط جنينها وهو دون 80 يوما، وقد تركت الصلاة وقت الدم جهلا منها، فهل يلزمها أن تقضيها تلك الصلوات؟ نعم، يلزمها أن تقضي هذه الصلوات لأنها تركتها من غير عذر، ما يب حائض ولا نفساء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.